السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ في الفيديو ده بقى هنكمل عندنا الستورج سيستم. عندنا هنا المعادلة دي هي اخر حاجة هنا بيها، وهي ديت اللي هنستخدمها في حل كل حاجة. ال TSN بلس 1 دي درجة الحرارة بتاعة التانك عندي في نهاية الفترة اللي انا شغال فيها. TSN دي درجة الحرارة برضو بتاعة التانك بس في اول الفترة الزمنية اللي انا شغال فيها. دلتا التايم ده فرق التايم بتاعي ما بين التايم الاول والتايم التاني. طيب ال MS ده الكتلة بتاعة ال storage tank، ال CB بتاع ال fluid، دي ال Q useful وال Q load وال Q loss. طيب لو ركزنا كده في المعادلة ديت، ال Q useful عندي هتبقى الواحدة بتاعتها وات. طيب لما احط ال Q useful بالوات لازم ال Q load تبقى وات، ولازم ال Q loss تبقى وات، كلهم نفس الواحدة عشان اعرف اجمع او اطرحهم من بعض. طيب ال time عندي بالسكند، الكتلة عندي بالكيلو جرام، والسي بي عندي بالجول بالكيلو جرام كلفن. لو عوضت كده بالوحدات دي هنا هيطلع لك ان اللي هيجي من الجزء دوت وحدة درجة حرارة، وجمعتها على درجة الحرارة هنا هيطلع لي درجة الحرارة الجديدة. طيب يبقى انا المعادلة اللي انا كنت كاتبها فوق ديت انا شغال بالوات. طيب افرض ان هو اداني الوحدة بتاعت الكيو يوسفول، او اداني جي تي، او اداني اي حاجة، الوحدة بتاعتها بدل ما تبقى بالوات اديها لي بالجول. طب ازاي الكلام ده؟ هو لما يديها لي بالجول معنى الكلام دوت ان هو ضرب في التايم، يعني هو من الاخر مديني انرجي مش مديني باور. طيب هو لو اداني انرجي هتفرق في ايه؟ لو ركزت كده معايا، الكيو يوسفول ديت وات، الوات ده اللي هو جول بير سكند. لو انا دخلت دلتا التايم اللي عندي ديت قمت مدخلها جوه المعادله دي، هخلي الوات اللي كان موجود عندي جول، وهخلي الكيو لود اللي كانت بالوات تبقى جول، والكيو لوس اللي بالوات تبقى جول. يبقى انا كل التغيير اللي هعمله هو ان انا لو اداني اي حاجه بالجول، معنى الكلام دوت ان انا التايم خلاص انا ضربته جوه اصلا. طيب يبقى انا المعادله بتاعتي هتبقى بالصوره دي، التايم انا شلته من هنا بس حطيت مكانه رقم لسه هتكلم عليه، والباقي عندي زي ما هو. هو انا كاتبهم نفس الرموز لكن الوحده بتاعتهم اختلفت، بقت جول بدل وات. طيب ايه بقى ال 10 باور 6 ديت؟ ال 10 باور 6 ديت جت نتيجه ان هو لما بيديها لي ما بيديهاليش بالجول، بيديها لي ان ميجا جول. انا عايز احول من ميجا جول لجول، فعشان كده ضربت في 10 باور 6. ده كل اللي انا عملته، لكن الحاجات الباقيه زي ما هي، الكتله بالكيلو جرام والسي بي بالجول بير كيلو جرام كلفن. خلي بالك انها بالجول، يعني هتحط السي بي بتاعت الميه بدل 4.18 هتحطها 4180. طيب الكيو يوسفول ساعتها هنحطها بالميجا جول، والكيو لود بالميجا جول، والكيو لوس بالميجا جول. طيب هو الكيو يوسفول اصلا كان بالنسبه لي في الكوليكت، في الفلات بيت كوليكتور، هي اريا كوليكتور في الاف ار، في الجي تي، في التاو، في الالفا، ماينس اليو ال، في التمبريتشر ناقص التي امبيانت. هتقولي طب وانا اخد انهي تمبريتشر؟ هاخد التمبريتشر بتاعت الاستورج، لان انا لو بصيت كده هلاقي ان انا الكوليكتور بتاعي بياخد درجه ميه من الاستورج، بياخد درجه حراره تي اس اللي موجوده عندي في الزمن الحالي. اكيد انا لسه ما وصلتش للزمن الجديد اللي انا عايز احسبه. طيب يبقى احنا هنا المعادله بتاعتنا ممكن يديني الجي تي ساعتها بالميجا جول. لو اديها لك بالميجا جول يبقى هو كده ضرب التايم جوه زي المعادله اللي انا كنت كاتبها هنا. طيب بعد كده الكيو لود بالنسبه لنا هي كانت المفروض انها ام دوت لود في السي بي في التي اس ان ماينس التي ميك اب، والكيو لوس هي عباره عن اليو في الاريا بتاعه الاستورج في تي اس ان ماينس التي انفايرمنت. طب انا ليه كتبتها تي انفايرمنت مش تي امبيانت؟ لان انا ممكن احط الاستورج تانك بتاعي بدل في الامبيانت، ممكن احطه داخل روم زي ما اتفقنا عشان نقلل اللوس. طيب انا بقى لو اديها لي بالميجا جول ايه اللي بيحصل؟ لو اداني الجي تي عندي بالميجا جول، ساعتها اللي هيحصل عندي انا عايز الكيوس فول تبقى بالميجا جول. طيب الجي تي بالميجا جول، يبقى انا لازم الترم اللي هنا دوت يبقى وحدته ميجا جول زيه. طب ازاي الكلام ده؟ ده انا اليو ال في التي اس ان ماينس تي امبيانت كانت وحدتها وات، فقسمت على 10 باور 6 عشان تبقى بالميجا، ماشي دي ما فيهاش حاجه. طب ازاي بقى احول من ميجا وات لميجا جول؟ لازم اضرب في الدلتا التايم. انا اتفقت معاكم ان احنا هنا كل اللي عملناه ان احنا دخلنا دلتا التايم، ضربناها في الكيو يوسفول، وضربناها في الكيو لود، وضربناها في الكيو لوس. طب لما دخلتها على الكيو يوسفول دخلتها هنا، ضربتها في الجي تي، ضربتها داخل الكوس. طب ضربتها في الجي تي طلعت لي الوحده بالميجا جول، هو بيبقى مديها لي بالميجا جول اصلا،
يبقى هو مجهزها لي. طب الترم بقى اللي هنا لازم اضربه في التايم ستيب ده، يبقى خلي بالك ممكن التايم ستيب بتاعي ده الديفولت بتاعنا واللي شغالين عليه 1 اور، لكن انت ممكن يبقى عندك كل 30 مينت، ممكن يبقى عندك كل 15 مينت، ممكن يبقى عندك كل مينت. فالمهم ان التايم ستيب ده هو الدلتا تايم اللي كانت بتبقى موجوده عندي في المعادله، لان هي دي اللي انا دخلتها وضربتها جوه. بس ما تنساش تقسم على 10 باور 6 لان دي بالميجا جول، واليو لوس عندي كانت موجوده بالوات مش بالميجا وات. تمام. طيب الكيو لوسز عندي كانت عباره عندي عن اليو في الاريا في التي اس ان وانا ستي انفايرمنت. طب انا عملت ايه؟ انا عايزها تبقى بالميجا جول، فقمت قاسم على 10 باور 6 زي ما اتفقنا. طيب التايم اللي كان عندي اهو، انا قلت ان انا ضربت الدلتا التايم اللي هنا ضربتها في كل ترم من الترمات اللي جوه، فلما ضربتها في الكيو لوس اتضربت اهي هنا وهحطها له بالسكن. طيب في كده اي مشاكل؟ يبقى انا المعادله الاخيره بتاعتي هي دي. هستخدم المعادله ديت في حاله ان هو يبقى مديني اي حاجه بالميجا جول، يبقى هستخدم المعادله اللي انا مظلل عليها دلوقتي، لكن لو اداها لي بالوات يبقى هستخدم المعادله دي. الفرق ما بينهم حاجه بسيطه جدا، وهي ان التايم انا دخلته جوه وضربت فوق هنا في 10 باور 6 علشان احول التحويله بتاعه الميجا جول. طيب لو بصينا بقى عندنا في الشيت بيقول لي a fully mixed water storage tank contains 500 كيلوغرام اوف ووتر، يعني انا الام بتاعه الاستورج 500 كيلوغرام. has a U area product equal to 12 وات بير ديجري سيلسيوس، يعني هو اداني اليو في الاريا بتاعه الاستورج جاهزه زي ما قلت لك. is located in a room، خلي بالك بقى موجوده داخل غرفه at a constant temperature of 20 degrees celsius، يعني هو هنا حاطط الاستورج تانك في غرفه فعلا مش حاطه في الامبيانت، ودرجه الحراره بتاعت الغرفه 20 درجه. the tank is examined in a 10 hour period، يعني هو هنا هيشتغل عليه لمده 10 ساعات عايز يدرس درجه الحراره اللي هيوصلها في الاخر بكام. طيب ابتدى من الساعه 5 الفجر عنده، الكيو يوسفول ساعتها كانت بزيرو، وبعد كده الساعة اللي بعدها زيرو والساعة اللي بعدها زيرو. طب ليه؟ لأن الشمس لسه ما طلعتش. بعد كده الشمس بدأت تطلع، فالكيوس فول عندي بدأت تزيد 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 معايا لغاية لما وصلت لأقصى حاجة 65 اللي هي تقريبا في الوقت بتاع الظهر. بعد كده رجعت تاني تقل معايا. طيب أنا وقفت بعد 10 ساعات، كان كل ساعة الكيوس فول بالأرقام دي. طب اللود بالنسبة لي، قال إن اللود كان كونستانت إيكوال تو 12 ميجا جول في أول 3 ساعات، اما تاني 3 ساعات كان 15 ميجا جول، وفي اخر ساعه كان في اخر كام ساعه اللي فاضلين من 10 ساعات كان 25 ميجا جول. طيب طالب مني ان انا احسب الفاينل ستورج تانك تمبريتشر اف ذا انيشال تمبريتشر از 45 ديجري سيلسيوس، يعني درجه الحراره في الاول اللي انا كنت شغال عليها ب 45 درجه. هتحل ازاي المسائل؟ المسائل بتاعتها سيستماتيك جدا. اول حاجه تكتب لي التايم ستيب، التايم ستيب بتاعتي كام؟ قال ان انا شغال كل اور لمدة 10 ساعات. الاستورج كنت ماس 500 كيلو جرام. اليو في الاريا اللوس بتاعتي بتاعت الاستورج 12 وات بر متر سكوير ديجري سيلسيوس، انا اسف دي المفروض 12 وات بر ديجري سيلسيوس، مفيش وات مفيش متر سكوير تحت لان انا خلاص ضربت في الاريا وهي جيفن اصلا مظبوط، انا اللي كنت قلتها غلط. طيب التمبريشر بتاعت الانفايرمنت عندي ب 20 ديجري سيلسيوس، التوتال بيريود هي 10 ساعات، الكيو يوسفول اند كيو لود تشينجز بالتيبل دوت. طالب مني الاستورج تانك تمبريتشر في نهاية ال 10 ساعات دول لو انا كنت بادئ عند درجة حرارة ب 45 درجة الساعة 5 في الفجر. طيب انا شغال من 5 ل 6، كان الكيو يوسفول عندي ب 0 والكيو لود ب 12. خلي بالك ان هو مديني الوحدات بالميجا جول، يبقى لازم تستخدم المعادلة بتاعتك المظبوطة. من 6 ل 7 كان الكيو يوسفول بزيرو والكيو لود بالفاليو دي، وهكذا قعدت ازود لغايه لما كملت ال 10 ساعات كلهم وكتبت كل الفاليوز اللي هو كان مديها لي انبوتس. طيب الاستورج سهل قوي، هو مفيش غير المعادله ديت هتكتبها وتشوف كل ترم عندك بكام. طيب احنا دلوقتي ما ينفعش انت تقول لي اشتغل على اخر حاجه اللي هي بعد 10 ساعات مره واحده، لان انت كده هيبقى التايم ستيب بتاعتك انت نطيت نطه كبيره قوي، فالفرض اللي احنا كنا فرضناه بتاع الدلتا التمبريتشر على دلتا التايم ده هيبقى غلط. فالمهم ان انت لازم تمشي بالتايم ستيب اللي هو قالها لك حتى لو عايز بعد 10 ساعات. طيب يبقى احنا هنا
هنشتغل عندنا، عايز ال تي اس ان بلس 1 في حالة ان ال تي اس ان لسه هنحطها بلس 10 باور 6، ده الرقم الثابت اللي عندي علشان انا عايز احول من ميجا جول لجول. الام بتاعت الاستورج هو مديها لي 500 كيلو جرام. السي في انا عندي الديفولت بتاعي انه يبقى 100 4186 ار 4180. طيب هتبقى لي جوه القوس كيو يوسفول وكيو لود وكيو لوس. طيب اجيب ازاي بقى كل حاجه من دي؟ مبدئيا الكيو يوسفول هو مديها لي والكيو لود برضو مديها لي، فاضل لي ايه؟ الكيو لوس عايز اجيبها بالميجا جول. طب هي كانت الكيو لوس عباره عن اليو في الاريا في الدلتا تي، بس عشان اخليها بالميجا جول قسمت على 10 باور 6 وضربته في التايم ستيب. طب التايم ستيب ب 3600 يبقى حلو قوي. يبقى انا لو عايز احسب الكيو لوس عندي هتبقى عباره عندي عن اليو في الاريا اللي هي ب 12 اوفر 10 باور 6 في التي اس ان ماينس 20 في ال 3600. هلاقي انها الايكويشن بتاعت الكيو لوس بقت بالفاليو دي. اول ما اعرف درجه حراره الاستورج تانك تمبريتشر بكام اقدر ان انا اجيب الكيو لوس في الوقت ده. طيب يبقى احنا دلوقتي هنعمل تيبل بادين دلوقتي بدرجه حراره 45 درجه كانيشال تمبريتشر عندي في بدايه الاناليسز، وعايز اعرف درجه الحراره بعد 10 ساعات. طيب هجيب ازاي الكلام دوت؟ احنا دلوقتي بادين بدرجه حراره 45 وعايزين نعرف درجه الحراره هتوصل لكام بعد ساعه. تمام. طيب عشان اجيب الفاليو ديت بالنسبه لي، خلي بالك ان الرقم اللي بيدور لك ده الانيشيال ما بيبقاش عند الرقم دوت، بيبقى قبله. انت بتبتدي بحسابات علشان تحسب الرقم بتاع اول ساعه انت شغال فيها. طيب التي اس عندي كانت ب 45 درجه، عايزين نجيب درجه الحراره دي. لو جبناها هتمشي سيستماتيك بنفس الطريقه تحسب الباقي. طيب عشان نجيب ال 38.75 ديت عملنا ايه؟ نبص كده الكيو لوس احنا وصلناها لمعادله بقت فانكشن في التمبريشر بتاعت الاستورج. طب انا عرفت انها ب 45 عوضت بال 45 طلعت الكيو لوس. طب ما انا كان عندي الكيو لود وكان عندي الكيو يوسفول، صح؟ الكيو يوسفول كانت بزيرو والكيو لود ب 12. طب لو رجعنا في المعادله الكبيره الاساسيه ديت وقمنا معوضين بالكيو لود والكيو يوسفول والكيو لوس، هلاقي بقى عندي ايه؟ هلاقي ان انا الاستورج تانك تمبريتشر عندي قلت، وده كان منطقي جدا لان انا مفيش عندي حراره بضيفها لكن بسحب حراره في اللود، وكمان في عندي شويه لوسز، فعشان كده درجه الحراره ابتدت انها تقل معايا. طيب هعمل ايه؟ هاخد درجه الحراره دي اقوم حاططها في التيبل هنا. انا عايز اعرف درجه الحراره اللي بعدها، هقوم مستخدم التي اس ان بتاعتي الجديده هتبقى هي 38.75. طيب وباقي الحاجات؟ باقي الحاجات موجوده عندك، الكيو يوسفول بزيرو، الكيو لود ب 12، والكيو لوس في الحالة الجديدة هعوض بدل 45 ديت هحط 38.75، هقدر اطلع الكيو لوس الجديدة. هعوض اجيب التمبريشر بتاعت الاستورج هلاقيها برضو تقل. ليه؟ لان لسه برضو ما عنديش كيو يوسفول. هتفضل تقل معايا لغاية لما يبتدي بيبقى عندي كيو يوسفول، بقى تبتدي انها تعلى، هلاقي ان انا الانيشال التمبريشر عندي بدأت انها تزيد معايا جامد. اخر حاجه خالص في نهايه العشر ساعات هقدر ان انا اجيب التمبريشر اللي هو طالبها اللي هي ب 86.33. طيب انت لازم تبقى عارف كويس قوي مساله الاستورج سهله بس طويله جدا. يعني انت شايف كل التيبل دوت انت لازم ان انت تملاه. لو هتقعد تعمل خطوه خطوه وما كنتش جربت تعمل بايدك هتلاقي الموضوع صعب، لكن لو انت بتعرف تستخدم الكالكوليتر وتسجل عليه حاجات هتلاقي ان الموضوع بقى سيمبل قوي. كل اللي انت بتعمله هو ان انت بتغير قيمه بس للفاليو بتاعه تي اس ان، تقدر تطلع الفاليو بتاعه التي اس ان بلس 1 اللي هي في الساعه الجديده. تمام كده. طيب عايزين نشوف المساله رقم 3. المساله رقم 3 بيقول لي a solar water heating system with a fully mixed tank has a capacity of 300 liter. يبقى هو هنا المره دي مديني فوليوم، بس خلي بالك طالما هو الديفولت بتاع ان هو ميه فالفوليوم اللي بيدولي بالليتر هو هو بالكيلو جرام. يعني 300 لتر دول هم 300 كيلو جرام، لان ال 1 لتر في ال 1 لتر فوليوم من الميه هو 1 كيلو جرام كتله من الميه. طب ليه؟ لان انا لو عايز احول من فوليوم لماس يبقى كل اللي هعمله هو ان انا احول الليتر الاول لمتر كيوب. طب هعمل ايه؟ هضرب في 10 بار نيجاتيف 3، بعد كده عشان احول من فوليوم لماس بضرب في الدنسيتي، والدنسيتي بتاعت المايه ب 1000، فال 1000 هتضيع 10 بار نيجاتيف 3 هتبقى لي برده 1 كيلو جرام. يبقى الرقم اللي هيدولك بالليتر هو هو بالكيلو جرام طالما ميه.
اليو في الاريا بتاعت الستورج كان مديها لي، التمبريتشر بتاع الانفايرمنت اداني بقى المواصفات بتاعه الكوليكتور اللي عندي، اداني الاريا بتاعه الكوليكتور، الاف ار في التاو في الالفا، اداني الاف ار في اليو ال، واداني التمبريتشر الامبيانت. ايه ده، هو ليه تمبريتشر امبيانت وتي انفايرمنت؟ لان هو هنا حط الاستورج تانك في مكان مغلق، فدرجه الحراره فيه اعلى من درجه حراره الامبيانت اللي هي 16.5. الجي تي هو مديها لي بالميجا جول بير متر سكوير، تايم طيب ستيب قال لي ان انا شغال 1 اور، والتي اس ان اللي انا هبتدي بيها هي 41 درجه. طيب الام دوت لود مديها لي 50 كيلو جرام بر اور، والتي ميك اب ووتر ب 10 ديجري سيليزا، زي ما قلت لك بتبقى درجه حراره قليله. طالب مني ايه في المساله رقم 3؟ طالب مني في المساله رقم 3 ان انا احسب له استيميت ذا نيو تانك تمبريتشر ات ذا اند اوف 1 اور، ودي اغلب المسائل اللي بتيجي في الامتحانات، يقول لك احسب لي في نهايه الساعه دي، بس بيدخل بقى فيها الكوليكتور وكده عشان تبقى كبيره شويه. طيب لو رجعنا للمساله بتاعتنا، مفيش عندي غير المعادله دي، وانا حطيتها ب 10 باور 6 وعملتها بالمنظر ده لان دي هنا بالميجا جول. طيب المفروض ان انا الكيو يوسفل عندي هي اف ار في الاريا كوليكتور في الجي تي في التاو في الالفا ماينس اليو ال في الكلام دوت، بس خلي بالك هنا انا ضربت في 3600 قسمت على 10 باور 6 عشان تبقى الجزئيه بتاعت الميجا جول. طيب انا لو الاف ار ديت قمت مدخلها جوه، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان انا بقى في عندي اف ار في التاو في الالفا اللي هي كانت جيفن عندي، وهلاقي اف ار في اليو ال اللي هي برضو كانت جيفن بالنسبه لي، صح كده؟ طيب لو جينا نعوض كده في المعادله دي، 0.82 في الجي تي هو كان مديها لي ب 16.9 ميجا جول، هعوض بيها على طول في 6 عندي اللي هي الاريا بتاعت الكوليكتور اللي كان مديها لي، هقدر ان انا اطلع في الاخر الكيو يوسفول اللي موجود عندي. طيب الكيو لود، انا عندي الكيو لود هو قال لي ان انا الام دوت لود ب 50 كيلو جرام بير اور، يعني 50 اوفر 3600 عشان احولها كيلو جرام بير سكند. طيب هضربها في السي بي في الدلتا تي، ده اللي انا عارفه. طيب السي بي بتاعت الميه 4186، الدلتا تي هي فرق درجات الحراره بين الانيشال اللي هي 41 درجه، والتي ميك اب ووتر اللي هي 10 ديجري سيليزيوس. طيب ايه بقى التايم ستيب وال 10 بار 6؟ لان انا برضو زي ما اتفقنا ان ام دوت لود في السي بي في الدلتا تي دي بالوات، انا عايزها بالجول، عشان كده ضربته في التايم ستيب وقسمت على 10 باور 6. التايم ستيب عندي 3600 ثانيه وقسمت على 10 باور 6، قدرت اطلع الكيو بتاعت اللود. طيب المفروض ان الكيو لوس عندنا هي اليو في الاريا في الدلتا تي، بس زي ما اتفقنا عشان تبقى عشان الموضوع الميجا جول فقسمت على 10 باور 6 وضربته في التايم ستيب. معاك كل حاجه، قدرت ان انت تحسب الفاليو بتاعت الكيو لوس، عوضت في المعادله بتاعتك، قدرت ان انت تجيب التمبريشر بتاعت الاستورج الجديده. طب هو كان طالب الافشنسي بتاعت الاستورج، الافشنسي بتاعت الاستورج اي افشنسي هي الجين على الانبوت. طب ايه اللي انا كسبته؟ اللي انا كسبته مش هو الكيو يوسفل. ليه؟ لان انا في الحقيقه بيبقى في عندي ستورد انرجي. طيب ممكن ناخدها بمنظر تاني، هو الجين عندي هو عباره عن ايه؟ الانبوت كله ناقص اللوسز. ما هو انا بيدخل لي انبوت بيطلع اوتبوت بستفيد منه ايا كان بقى صورته ايه ناقص اللوسز. يعني دلوقتي اي سيستم عندي بيدخل له انبوت معين بيطلع منه حاجتين، حاجه بستفيد منها اللي بنسميها الجين، وحاجه ما بستفيدش منها اللي هي اللوسز. فالانبوت ديت وهي داخله بتطلع لي على صوره حاجه بستفيد منها وحاجه ملهاش لازمه. طيب يبقى انا الانبوت بالنسبه لي هو الكيوس، فدي متفقين عليها لان ديت الحراره اللي داخله لي في الكوليكتور. طيب اللي انا استفدت منه اللي هو الجين عندي ده عباره عن ايه؟ عباره عن الانبوت اللي كان داخل، بس خسرت شويه لوسز فيه، لو ما كنتش خسرتها كان الانبوت بيساوي الاوتبوت بالظبط. طيب يبقى المفروض عندنا ان المعادله دي هلاقي ان كيو يوسفول على كيو يوسفول هتبقى 1 ماينس الكيو لوس على الكيو يوسفول. معايا كل حاجه اقدر احسب الافشنسي بتاعت الاستورج، طبعا بتبقى عاليه جدا. تمام الموضوع بتاع الاستورج سهل قوي، بس محتاج بس منك ان انت تحاول انت تحل عليه كتير وتجرب تستخدم الآلة في الموضوع بتاع التسجيل على الكالكوليتر وكده، لأنها هتختصر معاك في الوقت جدا.